كل بنات، معكم رباب من جروب كوتر ماي واي ماروك. اليوم بغيت نهضر لكم على هذا الكريم ديليكات بتروا، يعني بفيتامين بتروا اللي انا مستعملاه شخصيا. يعني كنهضر على تجربتي الخاصه مع هذا الكريم اللي هناني بزاف تاع المشاكل اللي كنت كنعاني منها. من بين هذه المشاكل هي الخطوط تاع الكرش من بعد الولاده، داك العيب اللي عندنا في الكرش اللي كيبقى، يعني الكرش عايبه من مر الولاده. هذه 6 شهور بزيت البنيته ديالي وبقات الكرش ديالي ما نعرفلكمش عادي، قالوا لي دهنيها كندهنها. هذه تقريبا على ما اظن 21 يوم اللي بديت كنستعمل هذا الكريم. ما كنقولكمش راح يدهم لي في مره، ما كتبش الكذوب لله حرام. داو دوك الخطوط كيمشيو، مابقاوش ناصحين كحل هكداك، بداو كيبهاكو. ومي كنديرو كنمشي للحمام كيخرج لي بزاف الوسخ من كرشي، وسخ يعني مي كنحك كيخرج لي وسخ، وسخ بزاف يعني داك الشيء ديك الجلده كتمشي يعني كتمشي، يعني اللون تاع الكرش ديالي بدا كيفتح فتح، يعني بدا كيبيض. كاين فرق كبير 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 ما بين الكرش ديالي قبل ما نبدا نستعمل هذا الكريم وما بين دابا، وانا ما نستغناش عليه ان شاء الله. هذه هي 20 يوم اللي بديت كنستعمله على ما اظن. انتم قرب يسال لي مبقاليش بزاف. كنستعملوا الكرش ديالي وكنستعملوا اليديه والوجهي، والله العظيم يعني ما نعاودلكمش، كيعطي واحد النتيجه رائعه، واحد الريحه فيه زينه بزاف، زوينه بزاف. يعني ان اي واحد كيشمها فيك كتعجبو، كيقولك شنو هذا الشيء اللي كتستعمليه، ريحتها غزاله. هذه تجربتي الخاصه اللي بغيت نشاركها معكم. كنستعملوا حتى اليديه، حتى اليديه ورجليه وجهي، ما كنخلي فين نطلع. ينفو عطاني نتيجه، بديت كان كاع البلايص اللي باغيهم يديا، ولو حالت تعرفوا هاد الشتا مع البرد ومع المعين والماء واخا ما نعاود لكم الشتا، كانوا تشدروا لك الشرقي وبداو كيزرقوا في هاد البلايص بحال هكا، كانوا ولاو حالتهم. مي الحمد لله ما كنستعملها كيبقى غزال، ما عنديش كي ندير باش نتوما كيشرب الجلد ديالك كيشربها في ساعه، يعني ما كيبقاش مليس، كتشرب هذيك الجلده في الساعه، يعني فن فن. ما نعاودلكمش، نتمنى تجربوا كيما جربته انا ويعطيكم نتيجه كيما عطاني انا. السلام عليكم.